بلاغ ديال الأمانة العامة كان واضحا. هذا المشكل ديال القنب الهندي، اولا هو واحد الموضوع عنده حساسية وعنده أبعاد، وبالتالي يجب أن يفتح فيه نقاش عمومي واسع باش يمكن يعني نتخذ فيه القرار اللي ينفع البلاد. احنا داخل العدالة والتنمية نقول لكم ما كانش اتفاق، كاين آراء، كل واحد كيدافع عن الآراء ديالو، ولهذا حنا في انتظار، لان هذا مشكل مزمن ماشي مشكل حاد اللي خاص بالضرورة غدا تعطي الرأي ديالك باش غادي تفضي هذا المشكل ديال هذا، راه مشكل عنده قرون. وبالتالي يعني هذا الشيء خصو الوقت، وحتى الظرفية حاكمة اليوم، يعني راه حنا ناقشوا هذا الشيء تاع القاسم الانتخابي واستحقاقات وهذا، ويعني في نفس الوقت تجي مشاريع كبيره اللي غادي تحكم فينا. السي عبد الله يهديك. وبالتالي هذا بعدا خصو نقاش داخلي، نقتنعوا بواحد الراي اللي غادي نرجحوه، ونقول لكم راه كل واحد راه عنده يعني الراي ديالو واللي كيدافع به. راه سي الرميد قال لك انا مستعد ندير مناظره.